مشاهدينا الاعزاء وختامها مسك. ضيفي اللذان اطل علي بالورود ولكم كل الشكر والتحيه. هما ايضا اعلاميان متمرسان في العمل الاعلامي، مذيعه ومعد برامج ومذيع. معي في الاستوديو الكاتب والاعلامي سليمان بن علي المعمري. اهلا سليمان. اهلا بك دكتوره عائشه، وانا سعيد ان اكون مسك ختام برنامجكم على قولتك. الله عليك، انا سعيده بوجودك معي، وكذلك الاعلاميه الرائعه الجميله روح وخلقا وخلقا عايده بنت عيسى الزجاليه. اهلا وسهلا بك عايده. اهلا دكتوره، وسعيده ايضا ان اكون مسك ختام برنامج الفهرس. مشاهدي الاعزاء نستكمل الحوار مع الصديقان الاعلاميان. خلينا نتحدث اول شيء سليمان عن خير جليس. متى مثل ما قالت عايدة أنت الأب الروحي لهذا البرنامج، كيف جات عندك فكرة تقديم هذا البرنامج؟ والله هذا البرنامج قديم جدا في الإذاعة، حتى أظن مش أنا الأب الروحي، الأب الروحي الحقيقي له زميلنا بدر الشيباني. ما شاء الله، الله يذكره بالخير، من سنوات عديدة يعني على الأقل 10 سنوات فما فوق، و كان يقدمه بعض السنوات وكنت أنا أيضا أقدمه، إلى أن ربما قبل 3 سنوات فقط بأيام نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية تعرفنا على المعد الرائع الكاتب خلفان الزيدي، لكل التحية، وأوكلت له في ذلك العام مهمة إعداد البرنامج بمذيع ومذيعة وبمراسلين وكذا، وكان فعلا يعني إعداده رائعا. ومنذ ذلك اليوم يعني من 2015 عملنا مثل الفريق المتكامل اللي سنويا يتكرر مع بعض الإضافات حسب الظروف، يعني مع الأخت عايدة الزدقالي كيف التقديم، خلفان في الإعداد، حتى نفس الفريق في التنسيق والإخراج أحيانا. أصبحنا مثل يعني عائلة واحدة. نعم. في كل معرض نلتقي 10 أيام أو 11 يوم في المعرض. عايدة، من 3 سنوات إلى الآن إيش التغييرات الملحوظة في برنامج خير جليس؟ والله أولا دكتورة خليني أقولكم الله يعطيكم العافية، أيضا نبارك لكل من شارك في هذه التظاهرة الثقافية معرض مسقط الدولي للكتاب، هذه المناسبة التي نحتفي بها أو نحتفي فيها بالفكر الذي تجسد على هيئة كتاب. الله يعطي الجميع طبعا العافية على العملهم على دأبهم، سواء من فريق عمل إعلامي سواء من ناشرين، يعني تجشموا العناء حتى وصلوا إلينا بكتبهم بإصداراتهم بمؤلفاتهم. أيضا الكتاب الذين أصدروا كتب نبارك لهم، الذين بيعت لهم كتب أيضا نبارك لهم. بالنسبة لي طبعا برنامج خير جليس أكيد هو سنة عن سنة في تطور مستمر، من حيث المواضيع المطروحة، من حيث حتى المراسلين يعني أو الزملاء الموجودين في أروقة المعرض. إحنا دائما نكون حريصين على أن كل مراسل يكون متخصص في جانب معين حتى يقترب أكثر، وأيضا يسلط الضوء على ما يفهمه للمستمع الكريم. تعرفين الجانب الإذاعي يمكن أصعب من الجانب التلفزيوني، فالوصف يكون أكثر حتى تصل الصورة كما هي للمستمع. فأيضا من حيث تنويع الضيوف، يعني هذه السنة ما شاء الله ضيوف على مستوى كبير استضفناهم في برنامج خير جليس. هناك أصلا شخصيات كبيرة زارت السلطنة أو شاركت في معرض الكتاب هذه السنة. سليمان طبعا خلفان مش موجود، بس أنتوا كفريق متكامل آلية اختيار المواضيع مع تعدد الفعاليات، مع كثرة الضيوف المتواجدين، مع كثرة الإصدارات هذه السنة ودور النشر، إيش الآلية اللي سعيتوا إليها اختيار المواضيع أو اختيار الأشخاص اللي تحاوروهم في البرنامج؟ جميل، سؤال جميل. طبعا أنا أعتبر برنامجنا خير جليس وحتى برنامجكم الفهرس عبارة عن مرآة للمعرض. نعم. تعكس ما يدور في المعرض تماما، وبالتالي احنا يوميا عندنا أجندة الفعاليات اليومية للفعاليات الثقافية المنظمة، سواء من قبل وزارة التراث المنظمة للمعرض أو وزارة الإعلام أو بعض الجهات الثقافية مثل جمعية الكتاب أو النادي الثقافي أو بيت الزبير.
نشوف مثلا من ضيوف اللي من خارج السلطنة، من اللي يوقع كتابه في يوم بث الحلقة، وأحيانا حتى نقع في حيص بيص لأنه نجد مثلا 6-7 مؤلفين يوقعون في نفس الوقت تقريبا، فعلينا أن نختار 2-3 منهم فقط يعني، ونوجه زملائنا في الأروقة، أروقة المعرض، بالذهاب إليهم. وبالتالي إذا اختيار المواضيع يكون حسب الفعاليات الثقافية اللي تدور في يوم بث الحلقة، وأظن أنكم أنتم أيضا في الفهرس نفس الكلام عندكم. صحيح. سليمان، كنت أريد أسألك سؤال والعايدة الإجابة مشتركة. لما أنا سألت نصر نفس السؤال، أنه هو نصر لأنه يعد ويقدم البرنامج، ما تكون آراءكم وأفكاركم وعندكم بعض التحيزات في اختيار الضيوف أو اختيار الشخصيات المشاركة؟ عايدة، بالنسبة لنا لا، لأن يعني حتى وإن كان إحنا هنا مثل ما ذكر زميل سليمان أن إحنا مرآة لما يدور، وبالتالي يجب أن لا تكون هناك تحيزات. إحنا يعني ربما هذا المؤلف أو دار نشر هذه لا تعجبني، ولكن أنا مضطرة أن أجيبها لأن أعرف أني لها قراء أو له قراء وقارئات، وبالتالي شوي نبعد عن هذه التحيزات. يعني بالنسبة حقي أنا يعني الجميع عندي يجب أن أعاملهم معاملة ذات المعاملة. نعم، جميل. وأنا أضيف أيضا أنه طبعا هو أنا من وجهة نظري أنه سواء معد البرنامج أو مقدم البرنامج له أيضا وظيفة أو رسالة تنويرية يقدمها. صحيح. من خلال هذا البرنامج. نعم. سواء كان هذه الرسالة عبر أشخاص أو شخصيات ثقافية يحبها أو لا يحبها، هذا ما له علاقة. نعم. لأن البرنامج يمثل اسم، بالنسبة لنا احنا اسم إذاعة سلطنة عمان. نعم. بالنسبة لكم يمثل أيضا تلفزيون سلطنة عمان وليس عايشة مثلا أو أي. صحيح. حد آخر. وبالتالي كل من له فعالية مميزة في هذا المعرض له الحق في الظهور في الإذاعة أو في التلفزيون، سواء كنا على خلاف شخصي لا سمح الله معه أو لا، أو سواء كنا مؤمنين به كمثقف أو أو غير مؤمنين، هذا لا علاقة له بالأمر. وأعتقد أننا أيضا الأخ خلفان اللي هو في الغالب الأعم هو اللي يختار الضيوف والفعاليات، وهو أيضا شخص محبوب من الوسط الثقافي. نعم. ويعني أزعم أنه ليس له عداوات أو كذا يعني، وحتى أيضا وجربناه سابقا يعني، حتى الذين لا يعني لا أقول عداوات، لكن الذين لا يطيح لهم لا يلغيهم من البرنامج أبدا يعني، وهذا معروف يعني. سليمان وعايدة، هل يعتبر لكم معرض مسقط الدول الكتاب مادة ثرية جدا لبرامجكم القادمة؟ أكيد أكيد طبعا، بالأخص يعني سليمان. أيوة، لأنه عنده برامج ثقافية. نعم. أكيد يعني ثقافية. أنا كنت طبعا وفي يعني كنت أستغل الضيوف اللي خارج السلطنة وسجل لهم لقاءات، يعني مثلا سجلت حوار ساعة كاملة لبرنامج نواف الثقافية مع عبد السلام بن عبد العالي، ومن يومين سجلت أيضا حوار ساعة كاملة مع المترجمة ماري طوق، وإن شاء الله يبث بعد يومين في برنامج نواف الثقافية. وضيوف آخرين كنا أيضا، زميلتي أمل السعيدي كانت تستغلهم لبرنامج المشهد الثقافي، ويعني لا نترك فرصة نستطيع فيها أن نستغل، خصوصا ضيوف اللي من الخارج. نعم. لأنهم لا يتكررون إلا في الفعاليات الأخرى التي قد تأتي وقد لا تأتي، بينما الضيوف العمانيين أو الكتاب أو الأدباء أو المفكرين العمانيين نستطيع أن نؤجلهم بالنسبة لبرامجنا الأخرى في أيام المعرض، وتكون الأولوية لضيوف السلطنة، لأنه فرصة يعني يعطوك لقاءات وحوارات تستفيدين منها في البرامج الإذاعة القادمة. كنا أيضا نسجل بعض الندوات. نعم. أيضا الأخوة الزملاء في الإذاعة الخارجية في ما قصروا يعني، سجلوا لنا بعض الندوات نستغلها أيضا في برامجنا الإذاعية القادمة. نعم. أما بالنسبة حقي فأنا أعتبر نفسي محظوظة حقيقة أن أعمل طوال هذه السنوات الثلاث مع وأكون فرد من هذه العائلة، عائلة خير جليس، لأن حقيقة فتحت لي مدارك كثيرة في مسألة الثقافة والمشهد الثقافي سواء في السلطنة
أو حتى على المستوى العربي أو حتى العالمي. كونت علاقات جيدة أيضا، يعني علاقات عامة مع كتاب دور نشر، وعرفتني عليهم وأيضا تعرفت عليهم. هي صراحة إضافة كبيرة بالنسبة لي، وإن شاء الله من يدري ربما مستقبلا يكون عندي برنامج ثقافي وأستثمر هذه العلاقات العامة اللي كونتها من خلال هذا البرنامج في إعداد هذا البرنامج. بما أنه أنتم تعترفوا بأنه معرض بسقة الدولة للكتاب أثراكم شخصيا، بالإضافة إلى أثرى في وجود موضوعات أخرى لبرامجكم، هل وجود الإعلاميين، وجود القنوات الإعلامية المختلفة كانت ثراء لمعرض مسقط الدولة للكتاب؟ هذا السؤال الأخير لكم أنتم الاثنين، تفضلي عايدة. أكيد، يعني هي علاقة تبادلية. نعم، المعرض أثراها كمادة، وأيضا هي أثرت المعرض من حيث طبعا استعراض ورصد المناشط الموجودة، وبالتالي أعتقد، يعني مش أعتقد، أنا متأكدة أن الثراء والاستفادة من الجانبين، وأعتقد أن هذا أصلا المفترض هكذا أن يكون دور الإعلام. هذا بالضبط هي نفس إجابتي أخذتها عايدة، ليس لي أي إضافة. فعلا العلاقة تكاملية بين إدارة المعرض أو المعرض ككل وبين وسائل الإعلام، يعني هي التي تبرز هذه الفعاليات المتعددة، وفي المقابل أيضا الإعلاميين أمثالنا يعني يستفيدون باللقاءات والحوارات مع ضيوف المعرض ويستغلونها لبرامجهم الثقافية المتنوعة. أنا ما أريد أنهي معكم، لكن للأسف يعني نشرة العاشرة أيوة عندنا سليمان بن علي المعمري وعايدة بنت عيسى الزجالية، شكرا جزيلا لكم، وأثريتونا كثير بوجودكم معنا اليوم. شكرا جزيلا، احنا نشكركم، الله يعطيكم العافية، ما قصرتوا على هذه التغطية، وإن شاء الله نلتقي مع مستمعينا وأيضا مشاهدينا العام القادم بإذن الله إن شاء الله في معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته الرابعة والعشرين. شكرا لك دكتورة عائشة، وإن شاء الله تستمر إطلالتك الثقافية على المشاهدين. شكرا جزيلا، تسلم لي سليمان، تسلم، شكرا.